السلام عليكم مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا ماشي في الكوزينه. اليوم جيت باش نبارطاجي معكم لاسبيراتور دايز اللي عندي، واللي بزاف منكم طلب مني باش يشوفها وباش يتعرف عليها اكثر. دونك لاسبيراتور جاتني في هاد لابواط هادي، على هاد الشكل. انا راه باقا محتفظه بلابواط، مي راها قديمه، راه ماشي جديده. لابواط ها هي على هاد الشكل. هاد لاسبيراتور كتكون من 9 ديال لي بياس. كاين الموتور اللي هو هذا، وكيف ما كتشوفوا راه ديجا ايتوليزي. خليت فيه ديك الخمله ولا بوسيير اللي خرج باش تشوفوها. من بعد غادي نخويها ونشوفوا شنو غتجمع لينا عاد. دونك كاين هذا الراس هذا كيف ما كتشوف على هذا الشكل. هذا ديال الزرابي. هذا الراس هذا بوغ لي طابي. كاين اوسي هذا هو ديال لو سول، ديال الباركيز ليج. كاين هذا اللي فحال هذا، هو صغير ديالو. هذا ديال لي كانابي عاود الطوموبيل بغيتو تخدمو بيه، حيت كيف ما كتعرفوا لاسبيراتور ما فيهاش الكابل، كتشارجا كتقدروا تمانيبيليو بها كيف ما بغيتو، تهبطو معاكم للطوموبيل ولا اللي بغيتو. دونك هذا الراس هذا كنخدم به بزاف لي كانابي او في لي سيج ديال الطوموبيل. كاين هذا الراس هذا ديال القنيطه الرقيقين، جون هادوك اللي كيبقى ما بين الالومنيوم والزاج. وهذا من بعد ان شاء الله غنوريكم كل حاجه واش كتصلح. كاين هذا حتى هو، هذا ديال الكلافي ديال البي سي، ديال اي شي حاجه رقيقه كيدخل وسط منها وكينيطويها. كاين هذا انا كنخدم به في لي ستور، في لي ريدو كنخدم فيه، ميم فواحد البلينتات عندي ديال 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 القبس حتى هو كندوز عليه في السقف. وكاينه اوسي هاد العصا هادي اللي كتلي الموتور لهادي ديال الزرابيه ولا هادي ديال لو سول، ولا ميم هادي الا كانت عندكم شي حاجه عاليه كنديروها فيها. دابا ندوز نشوف معكم كل وحده فين غادي نخدم بها. دونك كيف ما وعدتكم ديجا، قلت لكم غنخدم به واحد كلكو جوغ، وغنخلي هذيك الغبره ولا بوسيير ديال جبت من الدار. وراه فريمون النهار الاول فاش خديته راه كانت اكثر من هكا، مي فوريا ميزور داكشي كينقص. دونك هذا راه خدمت به كلكو جوغ. ها نتوما ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، مي راه فريمون ديك الغبره رقيقه 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 بزاف كيجمعها. دونك دابا غادي نخويه ونوريكم الطريقه كيفاش كيتخوى. كناخذ واحد لابوبيل وكناخذ هاد لابيسه ديال الحمراء اللي كاينه هنايا وكندفعو. فوالا، كنسدو فحالها كنعاودو نردو. ها هي خوت، ميم هادي راها كتغسل مره خاصنا نغسلوها. هانتوما شوفو هاديك الغبره الرقيقه، راه واخا نهيا ومنخملو معمرها ما غتجمع لينا. دابا غادي ندوز باش نخدم بهادي ديال لي طابي. دونك اول حاجه كندير كناخد هاد الراس هذا لي اونغوج، فوالا هو دخل. وعاد هاد العصا كنخشيها في هاد فوالا. كيمشي معاك كيدور هكا هكا، بغا نجيب شويه ديال شي حاجه ومن بعد تشوفو الريزولتا. دونك غندير معاكم ان اسي، خديت شويه ديال لي بوط وغادي نرميهم وغادي ندوز لاسبيراتور. هانتو كيف ما كتشوفوا راه ما بقات حتى شي حاجه، ساشون كو انا هاد الزرابي اللي عندي راهم مشعرين فريمون، كيجمعوا الخمله مزيان. دونك هاد لسي هذا راه هانتوما كاع هادوك لي بات راهم جاو هنايا مع شويه ديال الخمله بيان سور. دابا غنحيد هذا ديال لي طابي
وغندير هذا ديال لو سول. فوالا دونك لا ميم شوز حتى هو غنديروا ان اس اي. غادي نخوي شويه ديال لوسيخاس وغادي ندوز الراس ديال الرخام. اون فيت هذا كيخدم الرخام يخدم الزليج يخدم الباركي باسبورتو في الصراحه. انتما كتشوفوا الارض كيفاش نقيه. انا هذا راه كنخدم به اوليو الجفاف ولا هذا راه كندوز غير هذا الراس هذا كيهنيني الصراحه. بالنسبه لهذا ديال لي كنابي راني كنستغنى على العصا دونك كنديروا نيشان فوالا وغندوز باش ندوز لي كنابي ديالي. دونك فوالا هاد لو كنابي ديالي انا بعدا راه كنمحني مع كابيتوني بحال هكا عشرة فريمون لا غالير. دونك غادي ندوز كندوز على هاد الشكل هكا راه كيأسبيري كلشي. دابا غندوزو باش نشوفو هاد الراس هذا حتى هو غنسخن على العصا دونك غنديرو نيشان. هذا راه كيصلح لاي حاجه لي تيغوار اللي عندكم فيهم شي حاجه كيصلح بحال مثلا باغ اكزومبل بيسي دونك غنحلو بحال هكا وغادي ندوز على هاد دونك دابا غندوزو لهاد الراس هذا اللي قلت لكم قبل كنخدمو انا في لي غيدو دونك غنخدمو نلصقو دابا نيشان بالعصا. الا كنت عندكم شي حاجه عاليه تقدروا ديروا العصا وديروا هو من الفوق. اخيرا هاد الراس هذا الرقيق كندوزو على البلينتر ولا اي حاجه عندي رقيقه ما قدرش يدخل ليها الريزو الاخرين هذا كيصلح. دونك فوالا هذا لا باتري ديالها اللي خاص ضروري يكون قريب لشي بلاصه فيها الضو. كيجيو لاصقين فيه هاد الريوسه بحال هكا هاد الجوج وكنحطو لاسبيراتور ديالنا تشارجا. كيفما شفتوا راه لافونتاج ديال هاد لاسبيراتور هادي ما كتاخذش لا سباس انا راه دايره غير في صال دو بان دونك هذا هو لافونتاج الكبير اللي فيها. انتما تشوفوا ديك الخمله اللي جمعت معكم دابا غير شي شويه راه حيت ما درتش شي مناج كبير دونك غير هاد شويه هذا اللي جمعت. كيفما ذكرت لكم لي زافونتاج ديال هاد لاسبيراتور سي كو ما فيهاش الكابل خفيفه سهله في الخدمه ديالها. عندها واحد لانكونفينيون هو ديال لاباتري. هاد لاسبيراتور هادي فيها 3 نيفو نيفو نورمال نيفو موين ونيفو ماكس. بالنسبه لاباتري في شاك نيفو كتبدل نورمال تقدر تمشي حتى ل 60 دقيقه اللي هي ساعه ديال المكانه. بالنسبه لافيتيس موين 30 à 40 minutes. بالنسبه للفيتيس ماكس ما بين ربع ثلث ساعه. المهم دابخي ليكسبيريونس ديالي انا عندي ابارتمون ديال 100 متر كاري عندي لي طابي بورتو دوكو زعما كنخدم بها عادي كتسمع عمرها ما ديشارجات لي ولا وقفت ليا. لا بلوبار دو طون كنخدم لا فيتيس موين ولا ماكس. وسمحوا لي الا تعطلت عليكم في هاد لا فيديو فريمون سمحوا لي بزاف راه صافي اون سيمين دابا باش هضرت لكم على هاد لاسبيراتور ويلا كتب باش اون فيت راني صورتها شحال هذا يلا كتب باش ندير لها المونتاج.
فوالا كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتكونوا استفدتوا منها شي حاجه. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.